بعد ما اجى ابو زياد؟ لا لسه. معناها انا رح اكل لحالي؟ ادي ادي وصار، ادي كلي معي، احلى ما اكل لحالي. صحة، أنا سبقتك، صحة وألف هنا. طيب متي؟ عادي معي بس. عاصي؟ لك عاصي؟ تعال شوف شو بعثت لي. شو بعت لك؟ صباح الخير، اشتقت لك. حلو كثير. شو بيكون قصدها؟ شو قصدها؟ عم تغازلك. بعت لها رسالة أو اتصل فيها فورا. إيه؟ لك إيه؟ الو الو الو. طيب بس قولي لي مين انت؟ طيب لا تقولي لي، سمعيني صوتك. والله حرام عليك هيك. طيب مثل ما بدك، بس أنا حبيت أتصل وأقول لك يا صباح الخيرات والورود والفل والياسمين. يا صباح الخير، بتعرفي هذا أحلى صباح بحياتي، لأني شفت رسالتك وعجبتني كتير كتير. بس نحن أكيد ما رح نضل هيك، مو؟ يعني بعدين رح تقولي لي اسمك. وأنا اشتقت لك كثير. باي. بحبك. بحبك. أنا كنت عند الدكتور جاد. دكتور جاد؟ مين هيدا من غير الشر؟ وليه رحت لعنده؟ معلم أنا هلأ لح أحكي، بس بدي منك ما تعصب، إذا بتريد لا تعصب. حكاني الدكتور فادي وقال إنه حالتك هي لازم نشوفها دكتور مختص نفسي، ما لازم تترك حالك هيك بنوب. فأنا فوراً قلت له أعطيني طيب عنوان دكتور. أعطاني عنوان دكتور جاد، رحت لعنده، الرجل تساعد معي وفهم الحالة كلياتها، وقال هو عنده استعداد إنه يجي لهون يعالجه، حتى قال أحسن إذا بيجي لهون، وهلأ هو جاي ورائي. لك أنت كيف هيك بتعمل؟ كيف بتتصرف من راسك؟ أنا هلأ مالي معتبر حالي السائق الشخصي تبعك، أنا معتبر حالي أخ خايف على أخوه، شايفه وعام بأزمة وبده يحل له مشكلته. شو قلت معلم؟ شو قلت؟ عمل اللي بدك إياه، بس إذا بحس لحظة إنه هيدا الزلمي مش صح لقلعه من هون تقليع وإنت ورا. صدقني رح ترتاح له كتير مثل ما لي شايفك. لك عياش تكون حبيبة لهي البنت اللي ما بتعرف مين هي. ده يعني
مو حاببها بس بدي اعرف مين. فيك تعرفني؟ شلون؟ احكي معها من رقم ثاني. مسيك احكي من رقم. اي والله. اي والله جبتها. يعني ما حلوة هلا حكيت معها رد احكي معها من غير رقم. فكرني عم شك فيها بعدين. عادي عادي. دق. بركي طلع زلمة وعم يتسلى فيك. مستحيل يا زلمة. قلبي عم يقول لي انه بنت. ما دام عم تقول قلبي معناتها وقعت وما حدا سمى عليك. مسيك مسيك. بس انتو كمان كان لكم ايد بالموضوع. نحن مين؟ انت وام توفيق الله يرحمها، شو نسيت؟ عن شو عم تحكي معلم؟ كيف عن شو؟ كيف عن شو؟ كلكم اكدتوا لي انها كانت عم بتخوني. شو في؟ شو في يا ابو زياد؟ شو في؟ معلم نقدر نحكي بالمكتب؟ بنقدر، شرف. بس خلصني احكي شو في؟ انا بصراحة ما كنت بدي اقول لك. معلم انا ما بقدر اخبي عنك بنوب. سارة عم تشوفه لهذا الشاب من ورا ظهرك. انا كنت بعرف كل هيدا وبعرف عليها تمام. تعرف؟ عفوا يعني ليش ساكت؟ ما بعرف. خفت. خفت كثير يا ابو زياد. حتى انا شفتها أكثر من مرة رايح تشوفه وما خبرتك. خفت منك من أم توفيق. خفت إنكم تحكوا علي. لا يا معلم لا. أنت مقامك عالي وأدرك كثير كبير. حتى إني بعرف إنه أم توفيق بتعرف كثير شغلات ومخبية علي وبدها تجرح لي مشاعري. فعلاً معلم فعلاً. أم توفيق أكثر من مرة سمعتها وهي عم تحاكي على التليفون. بس يعني ام توفيق كانت عم تستناها حتى تولد لحتى تقول لك. شفت كيف؟ الموضوع كثير صعب. وبدي اقول لك على شغله كمان. هديك المره لما شافته مدت ايدها على شنتيتها طالع الظرف وعطته اياه. اكيد اكيد في مصاري. مصاري؟ اسمع بكره اول مشوار بنعمله بنروح على البنك. بدي اشوف شو ساحبه. أكيد هودي اثنين عم يتسلوا فيه. معلم أنا رأيي نتريس شوي. بعدك عم تدافع عنها يا أبو زياد؟ لك أنت شفتها وأنا شفتها وأم توفيق سمعتها وبعدك بتقلي سوء تفاهم؟ لك هيدي بدها قتل. قتل؟ لا لا يا معلم لا لا مو أنت اللي بتحكي هالحكي بنو. إيه قتل. لك أنا نزار. نزار اللي ما بيسترجي زلم يحط عينه بعيني. تيجي مرة آخر الزمن تركب لي قرون؟ ما عاشت ولا رح تعيش. نحنا هيك شفنا. طيب شو نعمل يعني شو نعمل؟ معناتها كان معي حق مزبوط ولا لا؟ طيب يا ريت هلا ما نحكي بهالموضوع وتهدي حالك. ما بقى إلا يوصل للدكتور. ماشي 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 بحشوف شو. ليش ما اجيت سلمت على ابو هاشم؟ يقبل على شغلك، روح! شفته وهو جاي وسلمت عليه. ما بدك تعرف على شو اتفقت انا وياه؟ خير على شو؟ طلبت ايد بنته الصغيرة لينا الك. الي؟ الك ايه، شو بك متفاجئ؟ ليش لحتى ما اتفاجئ بابا؟ اصلا انا ما بدي اتزوج، وبعدين هي بنته كثير صغيرة علي بابا. لك احسن، إذا كانت صغيرة احسن بتعرف كيف تربيها على كيفها. وتتعلم شلون تضبها. بس بابا مو هيك الجواز. اسمعوا لا كلامي بده يتنفس. واوعك تقول لا. خلاص الموضوع انتهى. من بكره بدنا نروح على بيت ابو هاشم ونطلبها للبنت. عم تفهم؟ لا على شغلك. لك روح يقطع عمرك. الا ما اعرف شو قصدك. Thank you.
تفضل. استاذ نزار، الدكتور جاد. هلين. استاذ نزار، إذا بتسمح لي وصال موصيتني على كم غرض من السوق، وبعدين عندي شغلة صغيرة بعملها وبرجع لك. ماشي ماشي، شوف شو بدك تعمل. يلا، سلامات دكتور، سلامات. الله معك. أستاذ نزار، لازم تعرف إنه آداب وأخلاق مهنتي كطبيب نفسي هن اللي جبروني إنه أجي لعندك. ولحتى تطمن أكثر، نحن ما رح نتعامل كطبيب نفسي ومريض عنده. بالعكس، نحن رح نتعامل كأصدقاء. وإذا ما عندك أي مانع، نقعد وندردش أنا وياك. حتى إذا بدك نغير المكان، وبوعدك إنه اللي رح يصير بيناتنا يبقى بيناتنا. شكرا لك. بس شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نقول؟ ولو معقولة أصدقاء ما عندهم سيرة يحكوا فيها؟ تفضل. شرف. في شيء سيدي؟ اه في شيء؟ لا لا لا، انا ما في شيء. الله يعافيك. لك وين كن انتوا؟ وين كن؟ وين كن يلي ما بتخافوا الله؟ افتحوا الباب، افتحوا لي الباب. تتأخري اليوم؟ يمكن تأخر عني، بدي اروح اشوف عمو ابو راكان، بعدين بدي انزل على الجامعة، عندي محاضرات، وبدي اشوف مرام، وبعدين بدي اروح على المحل. خايفة ابوك يعمل لي مشكلة اليوم. ما تخافي، بس انت بدي اروح اشوفه شوي. لا لا حبيبتي، روحي انت على مشوارك، انا بفوت لعنده. حاضر، رح اجيب شنطاتي واطلع. سوسن، القصة مو سهلة عليه ولا حتى عليكي. معلش، أنا محضرة حالي لكل النتائج. إذا بتريدي اقنعي إني إجي شوفه. صدقيني هلأ صعب، نفسيته شوي تعبانة. يعني لإمتى؟ لإمتى بس قليلي؟ كاد حبيبي، لازم أنا أكون هلأ واقفة جنبه. سوسن، أنا مقدرة مشاعرك، القصة بدها شوية وقت، طولي بالك، وبس شوف الظرف مناسب أنا رح أحكي وحاول أقنعه. الله معك. ومن بعد ما ولدت سارة طرنا من الفرح. أنا ما كنت عارف هالشعور اللي عم حسه. كل اللي بعرفه إنه اكتملت سعادتي من بعد ما اجت هالبنت. صرنا أنا وسارة نتحذر شو بدنا نسميها. عكتر ما كنا حابينها احتارنا، كان بدنا نسميها أحلى اسم بالكون. من بعد ما ولدت سارة بعشرة أيام كان لازم تروح عند الدكتور مشان ترجع. أخذها السائق أبو زياد اللي جابته. معناتها أبو زياد بيشتغل معك من زمان. عشرة عمر طويلة. وبعدين شو اللي صار؟ اللي صار إنه أستاذ نزار، هدي هدي وروق. تفضلي حبيبتي. شو بكي يا ست غادة؟ شو عم تحسي؟ شو عم يصير معك؟ الشي اللي عم يصير معي يا حياة مو طبيعي. بنوم كل ما بيجي بدي أحكي بحس شي عم يسكتني. ما عم بقدر صدقيني، وانا كمان ما عم بقدر.
كل ما بيجي بدي اقول له بحس كانه بدي خربط له كل حياته. شفت شلون؟ معناها كلامي مزبوط. ما لازم نقول له بنام؟ يعني لشو؟ قصة خلص وراحت. ليش لحتى ننقش الماضي؟ ما بعرف. ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف. خلص. ما عاد تفتح هالسيرة كلها. ايه. مثل ما بدك. يومتها لحقوا لأبو زياد سيارتين فيهم سلاحين، وقفوه وخطفوا سارة والبنت. جربوا يقتلوا أبو زياد بس يبدو أنه الله كاتب له عمر. أنا جنيت سودت الدنيا بوشي، صرت ناطر لا أعرف شو بدهم، ناطر حدا يحكيني. قررت إنه حط اللي فوقي واللي تحتي بس إنه يرجعوا، لأنه بوقتها افترضت إنه خطفون كرمال فتي، لأنهم بيعرفوا إنه سارة وبنتي إني أغلى شيء عندي بالحياة. هذا مفهوم بس يبدو مو هيك صار. ممكن أعرف شو اللي صار؟ أستاذ نزار؟ يا أستاذ نزار؟ أستاذ نزار؟ أستاذ نزار؟ أستاذ نزار رجعت سارة؟ سارة؟ سارة كيف رجعت؟ والله ما بعرف يا أستاذ، سيارة وقفت قدام باب الفيلا الكبير، زدتوا هالمسكينة وشفطوا وهربوا، وأنا ما حدا عارف شو بدي ساوي، حملتها وجبتها لهون. طيب ما عرفتي لون السيارة، نوعها، رقمها؟ والله ما لحقت شوف شي، بالي كان كله عند الست سارة وقت شفتها بهالمنظر هاد. يا الله، سارة، سارة حبيبتي، سارة. دي بنتي، دي بنتي. البنت، البنت وينها؟ ما رضوا يعطوني اياها، اخذوها وزتوني برات السياره. ولاد الكلب، ولاد الكلب. ام توفيق سبقيني حضري لها غرفتها، انا راح اتصل بالدكتور والشرطه. يلا شو اللي صار؟ آخ من اللي صار يا دكتور، آخ. خبرت الشرطة؟ مش بس الشرطة، خربت البلد كلها بقصتي، ما خليت مسؤول إلا ما حكيت معه، كرمال يعملوا شيء، ما حدا يقدر يعمل شيء. كان بدي أفهم ليه رجعوا مرتي وتركوا البنت، بس ما قدرت اوصل لنتيجه. طيب خلاص خلاص، اهدى وروق، وانا بشوف انه نشرب قهوه، واذا حبيت بعد القهوه نكمل بنكمل، ما حبيت يوم ثاني ما في مشكله. سلامتك يا قلبي، سلامتك يا عمري انت. معلش حبيبي تحمل شوي هلا بترتاح. يا ريتني انا ولا انت يا محمود. يا ريت سمعت كلمتك من الأول. حبيبي لبقى تتذكر القصة انساها. أختي والله مو بقصدي إني عم أعصب عليكي. محمود أنا مقدرة ظرفك كتير منيح،
بس أخي الله يرضى عليك، لا بقى الدوش خصوصا بالليل مشان الجيران. إيه أصبح لا تتركيني لحالي، بخاف بدونك ما فيني أعيش بلاكي. ليش أنا في أعيش بلاك؟ محمود أنت أبي وأمي كل اللي باقي لي بهالدنيا. الله يخلي لي إياك ويشفيك. مو معقول افتح له هلأ سيرة سوسن، الوقت مو مناسب له. فيك شي أختي؟ لا أخي سلامتك ما في شي، أنا برا إذا بدك شي ناديلي. محمود الحمد لله على السلامة. شو هاد؟ شو بوشك؟ والله يا أختي بدو الشغل بالأراضي الزراعية ما ناسبني بنوب. إيه؟ وشو يعني من شو هيك صار؟ محمود من شو هيك صار؟ ها؟ ما بعرف بس هيك من فترة صابتني حساسية وطول وقت جسمي تعبان. عم رحت على الدكتور وصف لي شوية مراهم وشوية حبوب التهاب. ليش ما رحت على المستشفى؟ بالضيعة ما في غير عيادة. يا ريتك لا درست ولا تخرجت. شو لك بالزراعة وهالقصص؟ يمكن قدر اختي، قدر. بس لا تخافي، بسيطة ومحلولة. لك كيف محلولة؟ انت لازم يشوفك دكتور مختص او تروح على المستشفى. لا 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 ما بدها، ما في داعي. اصلا ما عندي غير شوية وقت لحتى اشوفك، شوف في سوسن. ما قلتي لي شو طبختينا اليوم؟ هلا رح اعمل لك اطيب اكل بالعالم. ايش ترى؟ من بعد اذنك معلش تتصلي بسوسن تخليها تيجي تاكل معنا. ولا تخبريها اني هون. ايه؟ خليها مفاجأة. حاضر. قرار لك. بدك تسمع كمان؟ أنا موجود هون حتى أسمعك، بس قبل ما تقول أي شيء أنا بيهمني أنت تكون مرتاح. وجودي عم يضايقك؟ بصراحة أنا كنت حاسس إنه راح يصير بيناتنا تنفر، وأسف على الكلمة، ما كنت متوقع استقبلك كل هالوقت، بس لا في شيء مريح. وانا برجع وباكد لك اللي رح يصير بيناتنا هون رح يضل هون. يا ست غادة، ست غادة يا حبيبتي، يا ست غادة. شوفي حياة، مو اتفقنا يا ست غادة ما في لزوم لكل هالحزن؟ قصص ما رح تمحى من ذاكرتي لو شو ما صار، بس الحياة كفيلة بأنه تهديكي
وتنسيكي. شبكي حياتي، انتي اكتر وحده بتعرف انه جواتي نار وشعله. عم تحكي هيك؟ مزبوط، بس كمان هذا الحكي مرق عليه سنين. خلص خلص يا ست غادة. معك حق، عمري اللي خلص. ليش هيك عم تحكي يا ست غادة؟ ما بعرف شو بدي قلك. أنا حاسة إنه كل يوم عن يوم عم يزيد حزنك. والله الحياة ما بتستاهل. والحياة اللي مرقت هيك وراحت، والحياة اللي ظلمتني شو أعمل فيها؟ يا ست غادة، يا ست غادة، أنت اللي بتملكي واللي عندك بيحلموا فيه كل الناس. يا ريت ما عندي كل هاد، يا ريتني وحدة عادية وما بملك شيء. أنا شو استفدت؟ شو استفدت من كل هالثروة؟ وأنا مالي مبسوطة ومالي مرتاحة. يا ريت ما عندي شيء. طول الليل تفكير وقلق، وبنهار خوف ورعب. شو ذنبي أنا لحتى يصير فيي هيك؟ ليش؟ أنا شو عملت؟ شوفي شوفي هاد، شوفي هالوش، كل ماله عم يخرب. شو أعمل؟ شو أعمل؟ هذا اللي ضيع كل عمري. مشان خاطري يا ست غادة، والله ما بحب شوفك هيك. مشان خاطري روقي روقي، الله يخليكي. والله بعرفك أقوى من هيك. تعبت 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 يا حياة، كله كفي. قصة طارق بكفي. رح جن رح جن يا حياة. بعد ما رجعت سارة مرضت، مرضت كثير من زعلها بنتها. صارت تتصرف اشياء مش طبيعية وانا مش قادر اعمل لها شيء. كنت عم بتدمر من جوا. ويلي مرتي، ويلي بنتي اللي مش عارف عنها شيء. لحد ما اجى هيدا اليوم اللي ما بنساه ابدا. اتصلوا فينا وخبرونا خبر قلب لنا حياتنا، او بالاحرى قلب لي حياتي انا لجعي. مين اللي اتصلوا؟ وشو خبروك؟ اللي خطفوا البنت. خبرونا انه ننسى البنت لانه بيعوها. طلعوا تجار أطفال. من بعد ما عرفت سارة جنت، زادت الأفعال مش طبيعية اللي عم تعملها، وأنا تكرسحت أكتر وأكتر. لحد ما أخذت قرار انتحري. انتحرت. ايه انتحري؟ كيف؟ صارت تاخد مهدئات كتير وتتصرف مثل المجنون، وأنا لأني بعشق الأرض اللي بتمشي عليها قررت أني غير لها جو. حجزت لها بأوتيل ورحنا لهونيك. سيدي في شيء شغلت لي بالي؟ اه لا 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 ابدا ما في شيء، ابدا ما في شيء. لا ينشغل بالك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس للاسف صار شيء لعلى البال ولعلى الخاطر. شو اللي صار؟ الحيطة الحيطة. أبدا
وأنا شو بدي أعمل؟ مرتي انتحرت، بنتي ما بعرف عنها شيء، مشكلة ما فيه يدور عليها لأنه صارت برات البلد، أكدوا لي إنها صارت برات البلد. عشت أبشع أيام حياتي. مرقت بمرحلة ما بتمنى حدا يمرق فيها. بعدين قلت خلص، إذا ما أرجع لحياتي السابقة ما فيه أعمل شيء، هيدي إرادة الله. شوي شوي قويت حالي وطلعت من الأزمة. كتير منيح هذا الحكي، هذا الصح، بس ما قدرت أنسى، ما قدرت أنسى ولا لحظة. بقيوا عايشين جواتي. طيب ما فكرت تتجوز مرة ثانية؟ أبدا، مستحيل. ما كنت حاسس إنه في مرة ممكن تعبي مطرح سارة من بعدها. قررت إنه كمل حياتي هيك، لأنه سارة كانت بحياتي كل شيء، كل شيء. ماشي، مسافة الطريق بكون عندك. مع مين عم تحكي؟ فوزي، مشان قصة السلاح لازم نروح لعنده فورا. اسمع مني وبلاه هذا السلاح، مشان شو يعني؟ بركي لزمنا. يعني إذا لزمنا وصار شيء بدك تستخدمه؟ لا، بدي أتصور معه. خايف. طمن، ما رح نستخدمه إلا وقت العازة. يلا امشي. طيب بعد كل شيء صار، شو اللي خلاك ترجع للماضي؟ في شيء عم يعذبك؟ شو بك استاذ نزار؟ في شيء؟ لا ابدا، ما في شيء. شوي توجع راس بس. اذا حاس حالك تعبان بنكمل بعدين. لا ابدا، عادي عادي. معناتها نرجع للسؤال اللي سالتك اياه. شو الشيء اللي عم يخليك ترجع للماضي ويضايقك؟ ما بعرف. انا كنت رافض التقى باي شخص ممكن يذكرني فيها، بس من فترة التقيت بزميلة بالشغل وانجبرت أقعد معه وفتح مسيرته. صرنا نحكي عن الماضي وتذكرنا كل شيء. من وقتها صرت بحس القصص كأنها عم بتصير. هل أستاذ نزار، هدي، ما في داعي تحكي عن شيء أبداً، المهم تهدي. أنا بعتذر دكتور، بعتذر، بس هيك دايماً عم بصير معي. ولا يهمك، أنا هلأ عرفت حالتك. كيفك؟ تفضلي لعندي. لا، خليني اشوف العميد بالاول، واذا ضل معي شويه وقت ان شاء الله بشوفك. بتمنى